جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. راؤول، هاي شو رأيكم بهالديكور الأحمر والذهبي؟ لا ماما، أنا بعرف شو هو الديكور اللي لازم نحنا نختاره. كواخ مصنوعة من الطين وسقوف من القش، ومحرات وعربايات الفوانيس والتخت وصواني. واو، رح نقدم شكل الضيعة الحلوة. أوه يس آنيا، هذا اقتراح كتير ظريف. إيه كمان رح نقدم كل المشروبات بالأباريق، وكمان منجيب الأكل على طبق من نحاس. واو آنيا، شي حلو كتير، اقتراح ممتاز حبيبتي. آنيا، شو هاي مزحة؟ بس أنا ما عم بمزح راؤو، وأنت قلت إنه فيني أعمل اللي حابة أعمله. مو هدي شوي، هدي شوي حبيبتي. صح أنا قلت فيك تساوي كل شي بدك إياه، بس لازم يكون هالشي بيعجبني أنا كمان. بس هالديكور اللي اخترتيه خاص بالضيع، ما بيعجبني. ليش راؤول؟ ما أول مرة أخدتني لحتى تعشيني اخترت موضوع الضيعة، ما تذكرت؟ آنيا، هداك كان موعد عشاء، أما هاي خطبتنا وفي فرق من السما للأرض. يلا راؤول، ما الحفلة رح تضل حفلة، وهذا يلي بدي إياه. عنيدة آنيا، أنت ليش هيك عنيدة؟ عنيدة؟ أنا عنيدة؟ أنت لحالك العنيد هون. أنا كنت بدي فكرة أجواء الضيعة، وأنت اللي عم تعارض هالشي. أنت وعدتني إني ساوي يلي بدي إياه، وشايفتك تراجعت عن هالحكي. آنيا يا روحي، بعرف إنه أنت مرتبطة كتير بهديك الضيعة، بس بالنسبة لإلي أنا مالي بالضيعة. خلي هالحلم هاد تبعك يضل حلم، ماشي؟ ضفة نهر ديفري مو حلم راؤول، هي حقيقة وموجودة بحياتي. بس ما بصير يكون لها مكان بحياتي. لازم أنت تفهم هالشي راؤول، إنها موجودة بحياتي، وإذا بدك تتزوجني لازم تتقبل هي الحقيقة الموجودة بحياتي. آنيا، أنت ما عم تسمعيني؟ لا، أنت اسمعني، أنا بدي يكون حفل خطبتنا بأجواء الضيعة، وأنت لازم تلبس شروال، أنا هذا هو اللي بدي إياه. هالشي مستحيل آنيا، أنا فهمان منيح شو اللي بدك إياه. أنا ما فيني يكون أبداً مثل راغو، هذا الشي مو معقول. راؤول؟ آنيا، أنا ما قصدي. بس راؤول، ما عاد بدي أسمع أي شي تاني. شو هاد اللي مكتوب؟ كتبتي اسم راغو بالحنة على ايدك؟